بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي ومباراه مهمه جدا 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 كالعاده بين النادي الاهلي ونادي المريخ السوداني المؤجله من الجوله الاولى لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، طبعا بسبب مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه اللي اتلعبت في الامارات، وفاز النادي الاهلي بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه على التوالي الثانيه والثالثه في تاريخه. تعالوا قبل ما نروح نتكلم عن ماتش النهارده اتكلم مع حضراتكم في بعض النقاط. اللي عايز اتكلم عليه في الاول اللي بيحصل في الكلام اللي بيتقال حوالين النادي الاهلي والاشاعات اللي بتتقال والحاجات اللي بتحصل في المباريات بتاعه كره القدم في الدوري العام المصري اليومين دول. النادي الاهلي النهارده اعلن بشكل رسمي تواصل الكابتن محمود الخطيب مع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد كره القدم والاخ احمد دياب رئيس رابطه الانديه، وطالبهم بتدارك اخطاء الفتره الماضيه. واحنا شفنا اخطاء كتير جدا 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 وخصوصا من التحكيم، وده حرصا على نجاح بطوله الدوري وتحقيق العداله بين كل الانديه، كل الانديه بقى كلها سواء المتنافسه او اللي تحت. وكابتن خطيب كمان استعرض معاهم الاخطاء التحكيميه اللي شهدتها المباريات في الاسابيع الماضيه وبعضها اثر في النتائج بشكل مباشر واثر في سير المباراه بشكل مباشر، واستعرض كمان عدم المساواه في فتره الاستعداد اللي بتاخدها الفرق بين المباريات. خلينا نقف هنا بس ثواني، بس انا عايز اتكلم في حاجه بسيطه جدا. النادي الاهلي النهارده بيلاعب المريخ يوم 5 مارس الساعة 9 بالليل، يعني النادي الأهلي هيخلص ماتش النهارده ويطلع من الاستاد يكون بكره جه عدت الساعة 12، يعني بنتكلم في يوم الأحد. في يوم الأحد لجنة المسابقات بقيادة أو برئاسة الكابتن عامر حسين، وده صديق شخصي ليا وكان بيلعب معايا في يوم الأيام وليه كل الاحترام، مصممين إن النادي الأهلي يلاعب بيراميدز يوم الثلاث، والنادي الاهلي يسافر الاربع ويلعب بعد يومين. هيسافر فين بقى؟ جنوب افريقيا، مش هيسافر اسكندريه ولا هيسافر طنطا ولا هيعدي النيل ويلعب في المهندسين ولا في العجوزه، لا ده هيسافر جنوب افريقيا. تتكلم على سفر يوم تقريبا يعني 11 12 ساعه دايركت مباشر، كويس؟ بعد ايه؟ بعد ماتش بيراميدز بيومين، ماتش مصيري، وكأن النادي الأهلي لا يمثل مصر. وكأن النادي الأهلي لا يمثل مصر، ده حتى لو النادي الأهلي احتراما عشان المبادئ والقيم ما قدمش طلب إن هو يأجل الماتش ده ليه؟ ده أنت من نفسك، عشان دي مهمة قومية. النادي الأهلي رايح مهمة قومية، النادي الأهلي رايح باسم مصر، بيلعب باسم مصر. لازم يتأجل الماتش. تلعبني النهارده مريخ، هلعب النهارده المريخ السوداني، بعد يومين تلعبني بيراميدز، وبعد يومين اروح جنوب افريقيا العب سان داونز في جنوب افريقيا. مين العاقل اللي يرضى بالكلام ده؟ انه واحد يقول الكلام ده؟ انه مسؤول يقول الكلام ده؟ معلش عشان الانفعال، بس هي طبعا منطقيا وعقلانيا استحاله يحصل حاجه زي كده، استحاله استحاله. لو انت مسؤول استحاله تعمل كده إلا إذا كنت قاصد حاجة تانية للنادي الأهلي. إلا إذا كنت قاصد حاجة تانية للنادي الأهلي. وكده ما تبقاش مصري أنت. ما بتكلمش على واحد بعينه. ما بتكلمش على واحد بعينه. أنا بكلم على قرار ماتش بيراميدز اللي هو بعد يومين. والنادي الأهلي بعد يومين بعديها بالسفر يلعب سان داونز في جنوب أفريقيا. في عقل. في عقل، هي المسألة مش عافية. المسألة مش أنا إن أنا عايز أبرز عضلاتي، إن أنا أبين قوتي. ليه؟ هو إيه المشكلة لما تأجل الماتش؟ نجي لكم من السنة اللي فاتت؟ ده أنتم مأجلين كأس مصر من السنة اللي فاتت. ما أنتوا لقيتوا وقت تلعبوا كأس الرابطة. أنا بتكلم عشان دي مصلحة النادي الأهلي ومش هاممني حاجة. أنا مفيش على راسي بطحة. أنا بتكلم كلام عقلاني، علشان ده الكلام اللي انا بقوله كلام حقيقي وكلام واقعي. انت يعني متمسك قوي
باقامه ماتش الاهلي وبيراميدز في نفس التوقيت، ومش متمسك قوي يا اخي بمسابقه من ضمن المسابقات اللي انت مطنش عنها السنه اللي فاتت، ومسابقه مهمه واقدم مسابقه في مصر، مسابقه كاس مصر. طب ما انت لقيت وقت انك انت تعمل حاجات تانية، ما انت لقيت وقت انك تعمل دور ال 32 في كاس مصر، اديني وقت انا كمان. ده انا بمثل مصر، انا كنادي اهلي بمثل مصر، ولو نادي الزمالك والنادي بيراميدز والنادي المصري في نفس الظروف دي كنت هتكلم بنفس الطريقه، كنت هتكلم بنفس الطريقه، لان النادي الاهلي في الظروف دي بيمثل مصر، لازم كلنا نقف معاه، مش بتضغط عليه زياده. ما علينا، نكمل. الكابتن محمود الخطيب طبعا طالبهم بضروره تدارك الاخطاء اللي حصلت اللي فاتت التحكيميه، ومراجعه بقى كل ما يتنافى مع مبدا تكافؤ الفرص بين كافه الانديه. كابتن محمود الخطيب ما قالكش بين الاهلي والزمالك ولا الاهلي وبيراميدز، لا، تكافؤ الفرص بين كافه الانديه. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، لان مبدا تكافؤ الفرص بين جميع الفرق سواء كانت بتتنافس على الصداره او بتتنافس على الهروب من الهبوط او الهروب من القاع، لازم المعيار يكون واحد، ولازم المعيار يكون واحد تحت اي ظرف. يا لجنه الحكام للمره المليون، لابد من تساوي المعايير. حضرتك طالب الحكام بتطبيق القانون بدون نظر بقى النتيجه او لون فانيلا او يعني مثلا، يعني احنا شفنا ماتش امبارح ولا اول امبارح احتواء من بدايه المباراه، احتواء من بدايه المباراه. لا، ادي لكل واحد حقه. يعني لما حضرتك لاعب يستحق الطرد يتم طرده حتى لو من النادي الاهلي. لو في اخطاء ضد او مع تتحسب، سواء انا بتكلم كمان على النادي الاهلي، لو ضد النادي الاهلي وفي اخطاء هيحسب، لو للنادي الاهلي احسب. بلاش معايير الرأفة والاحتواء والنظر للون الفانيلا لو سمحتوا. هنكمل الكلام بس خليه